Welcome, my pupils. Our lesson today is materials. Materials يعني مواد. Unit 2, lesson 5, pupils book page 30. عندنا هنا هذا تمرين true or false. وهنا قطع عنوانها fun facts. Fun facts يعني معلومات ممتعة. ننتبه بما أنه fun facts يحكي عن facts معلومات حقائق أو حقائق ممتعة أو مسلية العفو مفيدة يعني راح نتكلم القطعة تتكلم بزمن الـ present simple المضارع البسيط ليش لأنه facts حقائق احنا قلنا المضارع البسيط نستعمله من نتكلم على روتين يومي habits عادات يومية أو أسبوعية ممكن وأيضا على حقائق علمية ثابتة أو حقائق بديهية كل الناس تتفق عليها فبما أننا نتكلم على حقائق علمية طبعا فنحن نتكلم كل القطع هاي الخمسة بزمن الـ present simple المضارع البسيط وهسه راح نقرأ القطع هذه وبعد ذلك نحل هذا التمرين هذا هاي القطع تجي بسؤال بالامتحان بالسي سين باسج يعني تقرأ قطعة وعليها جمل true or false تسموه reading comprehension read comprehension sorry راح أقرأ القطع fun facts number one القطعة الأولى wood comes from tree الخشب يأتي من الأشجار باعوا wood حطوا الفعل comes الكم هو حطوا له s ليش؟ لأنه الود ضميرة it والقلنا هي والشي و it تأخذ الفعل يأخذ s الشخص الثالث لأن قلنا جملة نحكي كلها جمل بزمن present simple مضارع بسيط from trees Some houses, بعض البيوت, are made from wood. بعض البيوت مصنوعة من الخشب. And so is a lot of furniture. وكذلك عدد كبير من الأثاث. Paper is usually made from wood too. الورق عادة مصنوع من الخشب أيضا. هنا تو أيضا. سبق بالدرس الماضي أخذنا تمرين مال تو يعني إلى وتو يعني اثنين وتو يعني قلت لكم تجي أيضا أو تجي جدا تجي تو تجي معناتها أيضا وتجي معناتها جدا هنا معناتها أيضا made from wood too ومصنوع من تصنع من الخشب أيضا الفقرة الثانية rubber comes from a tree Rubber comes from a tree. المطاط يأتي من الشجرة. Called the rubber tree. تدعى شجرة المطاط. أيضا معنا أن الأس أس الشخص الثالث rubber ضمير it. Car tires. Tires إطارات السيارات. Are made from rubber. مصنوعة من المطاط. The rubber in your pencil case المساحة rubber المطاط يعني اللي بمحفظتك محفظة الأقلام مالتك pencil case isn't made rubber isn't made from rubber ما مصنوعة من المطاط now الآن في هاي أو في الأيام الحالية مالتنا but from something man made يعني المساحة اللي بمحفظتك اللي تستعملها بمدرستك ليس مصنوعة من المطاط لكن مصنوعة من بعض الأشياء هي man-made يعني شيء اصطناعي man-made نسميه صناعي أو من صنع الإنسان أي شيء يعني مو طبيعي مو هذا نسميه هذا شيء صناعي فنسميه man-made القطعة الثالثة cotton comes from a plant القطن يأتي من النبات the English word cotton كلمة الكلمة الإنجليزية cotton comes تأتي from Arabic جاية من الكلمة العربية cotton some money بعض النقود is made from cotton بعض النقود هي مصنوعة من القطن mixed with other materials مع ممزوجة مع other materials مع مواد أخرى لاحظ بعض الماني نعمل معاملة المفرد حطينا وياه is لاحظ البيبر ايضا نعمله معاملة مفرد حطينا وياه is وذاري نجمع ما ينجمع البيبر نقول piece of paper pieces of paper قطعة من الورق او قطع من الورق
the fourth passage القطعة الرابعة. Leather أيضا is أيضا عاملة معاملة المفرد. Leather is used for many things. الجلد يستعمل لعدد كثير يعني عدد كبير من الأشياء. Things such as مثل shoes, boots, jackets and bags. أحذية, بوتات, جاكيتات and حقائب. In the past في الماضي people الناس used leather استعملوا الجلد for cups للأكواب مالتهم. Tents, tents يعني خيام. Ten خيمة. Tents خيام. Bottles قناني and many other things وأشياء أخرى. Today في الوقت الحاضر نقصد today مو هذا اليوم نقصد today في يعني في الوقت الحاضر أو في أيام من الحاضرة هذه كأنما عكس in the past. In the past في الماضي today نقول في الوقت الحاضر نقصد به. Most leather أغلب الجلود comes تأتي from cows من الأبقار. But it can come from crocodiles لكن إنها ممكن أن نجلبها يعني من التماسيح leathers. Snakes الأفاعي and other animals وحيوانات أخرى ممكن حيوانات أخرى صح نعرفها بهذا التمرين حيوانات الأخرى شن هي هنا أنا بس أريد أنبه إنه هنا هاي كلمة snakes يعني أفعى لا تخربطون بيها وبين كلمة snack. snack يعني وجبة غذائية خفيفة. هنا سناك سناكس أفاعي سناك ورا الأي أكو سي. إذا ورا الأي أكو سي معناته هاي سناك وسناك يعني وجبة غذائية خفيفة وجمعها سناكس. لكن هاي سناك هاي سناك جمعها سناكس أفاعي هاي شوي لا تخربطون بها بالترجمة خاف تخربطون. فسناكس and other animals. The fifth passage القطعة الخامسة. Wool is a very warm and cool material too. الصوف هو جدا دافئ وبارد. Material too يعني هو مادة جدا نانتو مثلا جدا دافئة وبنفس الوقت باردة. أكو أنواع من الصوف تكون باردة وأكو أنواع من الصوف طبعا تكون دافئة. فوول يقول لك is a very warm and cool material too. الصوف هو مادة جدا دافئة وجدا باردة. Wool keeps its shape يعني الصوف يحتفظ بشكله. And is great for making وهو جيد أو عظيم for making لصناعة trousers البناطير sweaters بلوزات and jackets والجاكيتات. كشمير is a very soft and expensive wool. كشمير هو نوع من الصوف يسموه يعني soft wool. احنا اخذنا كلمة soft. soft يعني قلنا رقيق ناعم طري. فكشمير نوع الكشمير يعني احنا بالعامية بنقول كشمير قماش هو نوع من الصوف. is a very soft كلش رقيق اللي هو هذا نقصد به الكول يكون بارد جدا رقيق. and expensive wool وصوف غالي. and comes from ويأتي من كشمير goats goats الماعز. كشمير goats يعني الألياف والخيوط مال الماعز. these come from many country هذه خيوط خيوط كشمير goats يعني الخيوط أو الوبر أو الألياف مال الماعز تأتي من عدد من عدد كبير من الأقطار countries many countries. ننتبه country لو مفرد نحط وراء ال r y صارت جمع countries قلبنا ال y شلناها يعني وضفنا بوكانها i e s صارت جمع countries including Iraq من ضمنها العراق إنه عنده goat أغنى ماعز العفو يستخلص منها الكشمير اللي هو السوفت وول الصوف الناعم الخفيف. اوكي فهذه القطع قلنا تجي بسؤال السين باسج يجيب لكم اياها قطعه بالامتحان ويجيب لكم اسئله عليها تك اور كروس. اوكي اقراها مره ثانيه. Wood comes from trees. Some houses are made from wood and so is a lot of furniture. Paper is usually made from wood too. Rubber comes from a tree called the rubber tree. Car tires are made from rubber.
The rubber in your pencil case isn't made from rubber now, but from something man-made. Cotton comes from a plant. The English word cotton comes from Arabic. Some money is made from cotton mixed with other materials. Leather is used for many things such as shoes, boots, jackets, and bags. In the past, people used leather for cups, tins, bottles, and many other things. Today, most leather comes from cows, but it can come from crocodiles, snakes, and other animals. Wool is a very warm and cool material too. Wool keeps it shape and is great for making trousers, sweaters, and jackets. Cashmere is a very soft and expensive wool and comes from Kashmir goats. These come from many countries, including Iraq. رح نقرأ التمرين هذا. Number one, the word cotton comes from the Arabic word kutun. يعني يقول لك كلمة cotton تأتي من الكلمة العربية kutun. True or false؟ قلنا true طبعاً حطينا صح بعمود. إذا كانت جملة صح true نحط صح بعمود true، وإذا كانت جملة خطأ نحط صح بعمود false. Number two, paper is usually made from cotton. الورق عادة يصنع من القطن، طبعا فولس، احنا قلنا من الوود من الخشب، حطينا تيك عمود فولس. نمبر 3، all furniture is made from wood، كل الاثاث تصنع من الخشب، طبعا فولس، حطينا تيك عمود فولس. ليش؟ لان احنا قلنا a lot of furniture، اغلب الاثاث، بس مو all furniture، مو كل الاثاث، ممكن اكو اثاث مصنوعه من الميتال، من المعدن، من كلاس، زجاج. Yes, from not all, here a lot of. Number four, wool comes from sheep, goats, and even rabbits. الصوف يأتي من الغنم والماعز وحتى الأرانب. Tick. طبعا حطينا tick بعمود true. صح. Five, rubber comes from a tree. المطاط يأتي من الشجرة. True. 6. Most leather comes from cows. أغلب الجلود تأتي من الأبقار. True. رح نسمع التسجيل. Can you guess if the sentences are true or false? Tick true or false. 1. The word cotton comes from the Arabic word kutun. 2. Paper is usually made from cotton. 3. All furniture is made from wood. 4. Wool comes from sheep, goats, and even rabbits. 5. Rubber comes from a tree. 6. Most leather comes from cows. إذن قلنا هذه الورقة مهمة، وهذه القطع تجي، هذه القطع الفان فاكتس تجي بسؤال القطعة السين باسج، وتجي عليها جمل true or false، مو إلا نفس هذه الجمل طبعاً. إحنا المفروض إذا نعرف نقراها ونعرف معناتها ونفهمها، حتى أي جملة تجي عليها بالtrue or false نقدر نجاوبها. Okay. Now page 31 in active pupils book. Remember، تذكرنا القاعدة هاي كلش مهمة، هذا التمرين مهم جدا كله grammar. Remember، تذكر the verb be is are makes questions with is are. Other verbs make questions with the helping verb do does. يقول لك يعني إنه الفعل verb to be، عندنا بالجرامر verb to be و verb أفعال، يعني أفعال نسوي بها أسئلة، verb to be و verb to do. verb to be نسميها و verb to do.
verb وأيضا verb to have. تأخذوها إن شاء الله بمراحل متقدمة بالدراسة. verb to be نسميها أفعال الكينونة اللي هي شن هي؟ نعطيك بس ال is وال are، هي مو بس is و are، هي is وال are وال am وال was وال were. is و are و am وال was وال were مع الماضي، هاي كل يسموها verb to be أفعال الكينونة. يعني شنو كينونة؟ يعني أكون. تقول I am أحمد. شنو I am أحمد؟ يعني أنا أكون أحمد. She is Hind، هي تكون هند. They are مثلا happy، هم يكونوا سعداء، وهكذا. فال is وال are وال am أيضا وال was وال were كلها يسموها verb to be أفعال الكينونة. عندنا أفعال أخرى هي verb to do اللي هي do أو does و did. did هنا بالماضي، do و does بالمضارع بال present simple، وال did بالماضي، هاي سموها verb to do. هي ال verb to be وال verb to do يعني هي كمعنى ما لها، يعني كمعنى كلش، يعني ما لها معنى، بس يعني لازم تكون بالجملة حتى تساعدنا في معرفة يعني زمن الجملة، تعرف زمن الجملة بالمضارع، بالماضي، بالمستقبل، شلون تعرفها؟ من الفعل المساعد. فالأفعال الـ verb to be والـ verb to do راح تاخذوها إن شاء الله بالمتوسطة، verb to have جزء منهجكم هذا بيلي بالأخير verb to have، أنا والله بصراحة مقلبته ما أدري. ف يعني ممكن ف verb to do و verb to do و verb to be و verb to have، هاي الأفعال نأخذها. هسه إحنا حالياً، هاي حكيت مقدمة قصيرة، هسه حالياً بهاي الورقة راح نأخذ verb to be. verb to be ما راح نأخذها كلها، قلت الـ verb to be شن هي؟ is والـ are والـ am والـ was والـ were، هاي كلها يسموها verb to be. والـ verb to do، verb to do اللي هي do و does و did. did هاي مال الماضي، لكن إحنا هسه بهذا التمرين راح نستعمل من verb to be بس الـ is والـ are، ومن verb to do بس do والdoes. نخلي بالنا احنا do والdoes نستخدمها شوكت بزمن الـ present simple المضارع البسيط، جملة بزمن المضارع البسيط. جملة احنا بزمن المضارع البسيط ما نستعمل بالجملة is و are، تمام؟ رأسا الفاعل والفعل، تمام؟ واذا كان الفاعل شخص ثالث راح نضيف للفعل s الشخص الثالث، واذا كان الفاعل مو شخص ثالث فراح ما نحط للفعل اي شيء. الدوش تاخذ اي ضمائر فاعل، هي اي يو وي ذي. والدز تاخذ اي ضمائر فاعل، هي وشي وات، هاي ماخذيها من الخامس. وهنا الفيرب تو بي الاز للمفرد وار للجمع. اوكي، اندرلاين يعني ضع خط ذا فيربس على الافعال ان ذا سنتنسز في الجمل. تشينج ذا سنتنس sorry غير الجمل into questions إلى أسئلة. مطينا جمل ويقول كون سويها على شكل أسئلة، راح نستعمل بيها بهاي شلون نسأل. احنا ماخذيها من الخامس حتى نكون سؤالي، أما سؤالي بدي بأدوات استفهام ال WH questions أو أدوات أو أفعال مساعدة مثل verb to be or verb to do. أوكي، لكن هنا بما أنه ذكرنا بالverb to be وبالverb to do، إذا راح نسوي أسئلة مستخدمين الـ verb to be or verb to do. نبوع الجملة الأولى the word cotton comes from the Arabic word cotton. الكلمة cotton تأتي من الكلمة العربية cotton. هاي الجملة يقول لي make change the sentences into questions، يعني غير الجملة إلى سؤال وضع خط تحت الفعل. نبوع بالجملة هنا the word cotton comes، رأسا هذا الفاعل مالتي the word cotton، كلمة قطن ضمير it، رأسا وراها شنو؟ فعل، تمام؟ ماكو فعل مساعد، ماكو verb to be. إذن جملة بزمن present simple مضارع بسيط، لكن نشوف الفعل ضايفي له اس، ماكو حتى. واحنا قلنا حتى نكون سؤال نستعمل يا اما از او ار او دو او داس. اذا الجمله بها از وار نستخدمه، بس نشوف الجمله ما بها از ولا ار، نباوع على الفعل. الفعل نشوفه كمز بي اس،
هاي اس شنو؟ اس الشخص الثالث. من هو شنو عندي ضمير الفاعل؟ ضمير الفاعل هذا the word cotton، ضمير it هذا الفاعل مالتي، كلمة قطن هي هذا الفاعل مالتي دا احكي عليها اني، فضميرها it ما دامها it present simple مضارع بسيط ضفنا للفعل s فصارت the word cotton comes. ما قلنا comes. اذا ما دام s اذا شخص الفاعل مالتي it، اذا من اسال اسال بدولو بدز راح اسال بدز لان دز ايش ياخذ ضمائر فاعل هي وشي وات تمام، فراح اقول بدال الاس هاي الاس هاي احولها الى دز وانزل الكلام باقي كله دز ذا وورد كاتون كم شلنا الاس from the Arabic word كتل احط لك question mark علامة السؤال شلت الاس ليش؟ لان احنا قلنا بالسؤال وبدنا فيه من عندنا دو وداز الفيرب تو دو بالسؤال وبدنا فيه يرجع الفعل شنو اصلا يرجع الفعل اصلا مصدر يرجع الفعل للاصل مصدر اوكي فالاس شلناها اصلا هي الاس بدالها حطينا بدالها داز لو نريد نجاوب شو نقول؟ يا اما يس يس ات نو الفاعل عندي ات يس ات داز يس ات داز واذا كان خطا العباره نو ات دازنت No, it هذا الفعل it doesn't وحط للفعل it does not. Okay. Number two, paper is usually made from cotton. الورق هو عادة مصنوع من القطن. أباوع للجملة مالتي عندي فعل مساعد حتى أسأل بيه وهو عندي أفعال مساعدة قلنا قال لي verb to be or verb to do. Verb to be or verb to do. إذا هو الverb to be موجودة أفعال الverb to be اللي هي is أو are موجودة فراح أستخدمها في صياغة السؤال فعندي فعل مساعد هذا جريت جوا خط طبعا هاي made from مو فعل هاي adjective مصنوعة من مو يصنع مو كلمة يصنع made from معناتها مصنوعة من كلمة adjective فمو فعل فهنا عندي الفعل المساعد عندي الverb to do verb to do is فراح اسال بي احطه بالبدايه is وانزل باقي الجمله is paper usually made from cotton واحط لك question mark okay number 3 all furniture is made from wood كل الاثاث مصنوعه من الخشب عتكون سؤال اباوع الجمله بيها فعل مساعد استخدمه حتى اكون سؤال عندي is verb to be is فراح استخدمه في صياغة السؤال وخلي بالبداية وانتبه كابتل لتر البنكشويشن مارك مالتي تعلمناه كابتل لتر احطه اقول is وكمل باقي الجملة is all furniture made from wood وحط الكويشن مارك علامة السؤال ايضا هاي ضمن البنكشويشن مارك علامة التنقيط تجيكم من الامتحان بسؤال الخط هاي انتبه لها number four wool comes from sheep goats and even rabbits الصوف يأتي من الأغنام الماعز وحتى الأرانب كون هاي الجملة كون سؤال أباوع بالجملة أكو فعل مساعد ظاهر عندي ما عندي أصلا ما عندي فعل مساعد بالجملة تمام الأفعال المساعدة is are was where okay. ما عندي أفعال مساعدة إذا أباوع للفعل الفعل بس أباوع فاعل وفعل وول ضميرة it wool ضميرة it إذا ضافوا للفعل أس الشخص الثالث تمام فأس الشخص الثالث ما دام الفاعل ضميرة it من يكون الفاعل ضميرة الفاعل عندي it فش أستخدم do لو does does تمام قلنا he و she و it تاخذ does الدوش تاخذ تاخذ I you we they هاي ماخذيها من الخامس بس احنا كل نقطة نعيد القاعدة مرة ثانية بما انه الفاعل عندي ضميرة it اذا ال it وال he وال she ياخذ verb to do does وايضا هاي اشارة ثانية الى للdoes انه s الشخص الثالث انه it فانتبه فبدال s هاي احذفها ال s وخلي بدالها does ودي كابتل بداية سؤال ونزل باقي الجملة does wool come شلنا الأس
يعني بالسؤال يرجع الفعل أصله مصدر فأشيل الأس. Does wool come from sheep, goats and even rabbits؟ ونحط الـ question mark علامة السؤال. Number 5. Rubber comes from a tree. المطاط يأتي من الشجرة. أباوع للجملة حتى تكون سؤال. بيها فعل مساعد ظاهر من أفعال verb to be. الـ is والـ are موجودة حتى أستخدمه في أكون سؤال. ما موجود. أباوع على الفاعل مالتي. العفو على الفعل. هو الفاعل مالتي شنو هو؟ rubber. rubber ضميره شنو؟ it. ما دام الفاعل ضميره it، إذا استخدم الفعل المساعد اللي وجملة بزمن present simple مضارع بسيط أس الشخص الثالث ف it فاستخدم does. ما استخدم do. does. لأن هي والشي والإت تأخذ does. ف does rubber ونزل باقي الجملة. Does rubber come أشيل الأس come from a tree وحط الـ question mark علامة السؤال والdoes انتبهوا الحرف الدي capital. Number 6. Most leather comes from cows. ما أغلب الجلود تأتي من الأبقار. أباوع للجملة مالتي بيها فعل مساعد واضح verb من الverb to be حتى أستخدمه في السؤال ما بيهم. أباوع للفاعل مالتي أباوع الجملة بزمن present simple المضارع بسيط هيك افكر انا هسه من ليش كل ساعه اعيد حتى احفظك شلون تفكر وشلون تستنتج وتحصل على الجواب الصحيح. اباوع الجمله مالتي جمله بزمن present simple مضارع بسيط من اشوف يقول لي كون سؤال حتى انا شلون اكون سؤال ما اعرف اسوي سؤال بالverb to be verb to do اسوي بالماضي اسوي بالمستقبل شلون راح اعرف. اباوع على الجمله مالتي أباوع الجملة most leather comes from cows. أغلب الجلود تأتي من الأبقار. أباوع وين الفاعل أصنفها للجملة وين الفاعل leather جلود رأسا وراها شن جاي فعل come. إذن فاعل وفعل ما دام فاعل رأسا وراها فعل ماكو فعل فعل مساعد is أو are verb to be. إذن أقول هاي جملة بزمن present simple مضارع بسيط. أوكي والدليل على ذلك أيضا ضايفين أس الشخص الثالث للفاعل اللي هو it. إذن it فاعل وجملة بزمن present simple اللي it إيش يأخذ؟ يأخذ does. it والهي والشي يأخذ does فأسأل بيش؟ أسأل بdoes فأستخدم does هذه does جرينا خط طبعا جوا الفعل does ونزل باقي الجملة. does most leather come ارفع الاس من الكم من الفعل يعني انا اقول دع كون سؤال وانا عندي قاعده ببالي انه بالسؤال يرجع الفعل اصلا نشيل منه كل الاضافات من عندنا verb to do. Does most leather come from cows انزله كله من السؤال وانسال question mark علامه السؤال. اوكي هذا تمرين مهم جدا ممكن يجيكم سؤال يعني correct or incorrect or يعني يجيب لك هيك جملة مثلا هيك سؤال يجيب لك هذا السؤال مثلا does the word يحط لك هنا الداش بدال الداش هو الداش الفراغ يقول لك the word cotton come from Arabic word cotton حط لك is تحط is لو does تحط does. اوكي وهكذا فكلش انتبهون عليهم. عندنا هنا work with a partner ask and answer هنا طالب يسأل يسأل does the word نفس الأسئلة يسألها للطالبة وتجاوبه يقول does the word cotton come from Arabic word cotton يقول yes it is my turn دوري ترجع تسأله is paper usually made from cotton يقولها no it isn't كلا وهكذا. اوكي راح نسمع الأسئلة ونشيك إجاباتنا. 1. Does the word cotton come from the Arabic word kutun? 2. Is paper usually made from cotton? 3. Is all furniture made from wood? 4. Does wool come from sheep, goats, and even rabbits? 5.
Does rubber come from a tree? 6. Does most leather come from cows? 5. Now we are opening activity book unit 2 lesson 5 page 28. قبل ما نحل نبدي بالاكتيفيتي احد المتابعين طلاب طلب ان نوضح له اكثر بعد استعمالات تو يعني الى وتو يعني 2 وتو قلنا ايضا او جدا وهي حلينا منها تمرين بالاكسرسايز بس مع ذلك اني سويتها شويه امثله قبل ما نحل التمارين هذه نوضحها بعد اكثر شوي نشرحها وهي مهمه ممكن تجي بالوزاري هي عندنا تو يعني الى وتو تجي معناته ايضا او جدا اني قلتها وتو يعني 2 مثلا عندنا هذا مثال I go for a work every day انا اذهب الى العمل يوميا من المعنى يعني انا اذهب العمل يوميا اخلي تو 2 لو تو جدا او ايضا لو تو الى تو الى I go to work every day okay. المثال الثاني مثلا I have فراغ eyes أبا ورا الفراغ مثلا eyes اسم يعني معدود جمع eyes عيون 2 فأخلي اختيار أخلي تو 2 ما أخلي لا تو هذه ولا تو هذه إذن تو 2 معناته I have أنا أملك عيون إذن أختار تو I have two eyes أوكي فأنا قلت أجاوبت عليه بالتعليق قلت له ممنعات من المعنى تقدر تستنتج الجواب بس مع ذلك دا أعطي أمثلة أخرى فقلنا to I go to work أنا أذهب إلى العمل تجي معنات إلى التو الثانية تجي معنات جدا وهي نفس مع استعمال very إحنا نقول very يعني جدا very cold very hot very nice تمام فمعناتها أيضا جدا هنا مثلا نقول it's dash cold outside انه بارد outside يعني في الخارج ايش اختار تو لو تو ثانيه لو تو جدا معناته انا اعرف تو معناته جدا فما اتترهم اقول it's too انه 2 بارد ولا it's too يعني انه الى البارد هم يعني من المعنى من السياق نقدر نستخرج الجواب الصحيح فنقول it's too cold outside انه جدا هنا تو هنا كانت تكون معناتها جدا وهي نفس معنات very اقول it's very cold outside it's very cold outside او اقول it's too cold outside نفس المعنى اذا تو هسه احنا هاي تو الى مبينه واضحه وتو الاثنين معناتها نشوف ورا الفراغ اكو اسم بصيغه الجمع اسم بصيغه الجمع فاختار تو اسم I have مثلا two brothers the and you I have فراغ brothers جمع brothers فاختار two تمام I have مثلا two cars هنا cars جمع 2 فاختار two I have two cars and so on هنا اذا والتو الثاني هذه التي دبل او معناتها تجي معناتها جدا ومعناتها تجي ايضا جدا او ايضا حسب الجملة وتجي ايضا تو ماني نقول تو ماتش هاي بعدين تاخذوها ان شاء الله بمراحل متقدمه تو ماني او تو ماتش وتجي معناها تو تجي ورا الصفه وراها تو ثانيه هنا تو ثانيه هاي هم انا اخاف بالوزاره يجيبون فد نقطه فد شيء شويه غريبه شويه ما مره علينا بالتمارين بس هم مثلا يحطون الاسئله يقولون هم ماخذين تو وماخذين تو هذه فنسويها فتو هاي قاعدة تو وراها صفة زائد تو ثانية هنا تو ثانية معناتها لي مثلا the food is dash hot dash eat الطعام حار eat يأكل فعندي تو وتو وتو شو اختار الفراغ الاول شو راح اختار the food is too hot جدا حار هاي التو الثانية وراها يجي شنو صفة هاي الهوت صفة معناتها حار صفة بعدين وراها يجي تو هاي الثانية معناتها لي it's the food is too hot to eat انه الطعام جدا حار حتى نقدر ناكله او ليؤكل to eat ليؤكل
فممكن تجي قاعدة، هاي قاعدة يعني همنا، ممكن خاف يعني بالوزارة تجيب لنا. وإذا شفنا صفة وفراغين، إذا الفراغ الأول قبل الصفة نحط تو هاي الأولى، والفراغ الثاني اللي بعد الصفة نخلي تو ثانية. واضح؟ مثلا it's too rainy to go out، إنه جدا ممطر حتى واحد يقدر يخرج، وهكذا. التو أنا هذا هاي معناتها جدا. It's the food is too hot to eat، الطعام جدا حار لي يؤكل. تو أنا معناتها لي، هاي التو ثانية لي يؤكل، وقاعدتها تو زائد صفة زائد تو ثانية. خاف تجيكم هيجي صفة وفراغ قبلها وفراغ بعدها، الفراغ اللي قبلها نقول تو جدا معناتها جدا، هذه هنا التو، والتو الثانية لي يؤكل لي، أي حسب الجملة. هاي جدا افتهمنا معناتها. معنى الثاني قلنا تو معناتها أيضا، مثلا أقول I hate summer، I hate summer، أنا أكره الصيف. مي وكذلك أني، مي تو، واحد يقول I hate summer، أنا أكره الصيف. الآخر يجاوبه يقول له مي شنو، نفسي أني، وكذلك مي تو، وكذلك أني أيضا، كذلك أنا أيضا. مثلا أحمد has a car too. مثلا واحد يقول أقول I have a car، I have a car، الآخر يجاوب أحمد has a car too، أحمد has a car too، أنا أملك سيارة وأحمد يملك سيارة أيضا، يملك سيارة أيضا. إذا تو تجي معنات أيضا، تجي معنات جدا، ومن المعنى نقدر نفهم. هنا أنا مو مثلا أحمد has a car تو، ما نقول نانا تو، العدد دائما يصير قبل الاسم. العدد هاي من الصفات اللي اخذناها لترتيب الادجكتيف، العدد يصير قبل الاسم، فما يصير نخلي تو هنا مو اكار تو، لا لازم لو الفراغ هنا، لو الفراغ هنا كان خلينا تو هنا، ولازم يصير ناكارز جمع. تمام؟ ولا اذا ماكو غير تو ايضا، احمد هاز اكار تو، احمد يملك سياره ايضا. هاي بالممارسة بالتدريب يعني، وأهم شيء من فهم معنى الجملة نقدر واحد يميز أختار تو لو تو لو تو. أوكي زين، بس نرجع الاكسرسايز مالتنا يونت 5 لسن يونت لا سوري يونت 2 لسن 5. الاكسرسايز الأي، what are these things or materials، write the names، ما هذه الأشياء أو المواد، things أشياء أو materials مواد، write the names اكتب الأسماء. هذه مهمة جوز تجيكم بالإملاء أو يعني صور، وتكتب اسم الكلمة، إذن هاي مطلوبة إملاء، يعطيك صورة وتكتب اسم الكلمة، أو جبتكم إياها ماتش وصل بين الصورة والكلمة، يا أما ماتش أو إملاء. في الصورة الأولى paper، الصورة الثانية cups and plates، أكواب وصحون، الصورة الثالثة leather جلد، الصورة الفور wool صوف، الصورة الخامسة keys مفاتيح، الصورة اللي بعدها cotton قطن، والصورة الأخيرة oil يعني زيت. oil تجي زيت وتجي نفط، هنا oil تجي نفط أو تجي زيت. هنا عندنا صورة أيضا هو حلناها، a plant comes from a seed، النبات يأتي من البذرة، a plant النبات يأتي من البذرة، من يجي من البذرة، حط بذرة بالأرض تطلع نبات. a boat is made from clay، الفخ هذه الجرة تجي معناتها جرة أو إبريق أو إناء، يعني هواية لها معاني، جرة إبريق إناء. from clay يعني من الفخار، شنو الفخار، خاف طالب يعرف شنو الفخار، يعني هو الطين اللي يحطوه بأفران حارة جدا ويصير صلب صلصال، يعني طين نوع من الطين النقي، ونحتوه مثلا بهاي الطريقة ويحطوه بأفران حارة جدا حتى يجمد ويصير نوع يسموه فخار. إذا الفخار هو نوع من الطين النقي البيور يعني. ننتبه هنا، ننتبه على comes from و made from، شو وقت أقول comes from وشو وقت أقول is made from، معنا هنا بالإز إذا كان مفرد أو جمع.
ال comes from يعني استعملها من اشوف اللي الاسم اللي قبلها هو يعني هو الطبيعي، هو البيور، هو الما مصنع، يعني هو من خلقة رب العالمين سبحانه وتعالى، فأقول إنه يأتي من. لكن من أشوف الاسم اللي قبل يعني بالبداية الاسم هو مان ميد، أخذناها مان ميد يعني من صنع الإنسان، شيء اصطناعي مو من خلقة رب العالمين، من صنع الإنسان. ما راح أقول comes from، شو راح أقول؟ made from، مصنوع من. إذا comes from معناتها يأتي من، وميد فرام يعني مصنوع من، من اسمها. من أشوف المادة هي مادة صناعية فراح أقول ميد فرام، مصنوعة من. ومن أشوف المادة هي مو صناعية، هي من خلقة رب العالمين، موجودة بالطبيعة سبحانه، من يعني خلقة سبحانه وتعالى، فأقول كمز فرام، تأتي من، أصلها من تأتي. فهاي ممكن تجينا بالكوركت وإنكوركت. مثلا يقول لك a plant made from seed، النبات يصنع من البذرة. correct؟ لا غلط، لازم نقول comes from seed، مو plant، هو مو يصنع من البذرة، هو يأتي من البذرة، جاي من البذرة. البذرة هي قدرة الله سبحانه وتعالى بعوامل الجو اللي تزرع فيها يطلع منها نبات معين. اوكي، فهنا exercise B used comes from or is made or slash are made from and much. يقول لك استعمل يا اما comes from يأتي من، or شنو or او تستعمل is made لو are made. is made اذا كان الاسم اللي نتكلم عليه مفرد، و are made اذا كان الاسم نتكلم عليه جمع، from. يعني is made from او اقول are made from and much، وصل. اوكي، هنا عندنا المواد، وهنا كاتبين comes from is made from are made from، وهنا اصل هذه مواد من جايه. نمبر 1 cotton، من نفكر cotton هو حالنا اياها طبعا، ان القطن من جاي، مو مصنوع، هو مو مصنع، هو نبات. comes from a plant، جاي من نبات، كوتون هو اصلا نبات، وبعدين يدخل معامل ويدخل شيء ويصنعوا منه الملابس. اوكي، فكوتون comes from a plant، هاي هو حالها. النبات عفوا القطن ياتي من من النبات، القطن ياتي من النبات، اصلا منين ناخذه؟ من النبات، هو نبات القطن، نبات القطن ناخذه من النبات. نمبر 3 كيز، نشوف الكيز ماده يعني مفاتيح، يعني مادة موجودة بالطبيعة لو من صنع الإنسان، من صنع الإنسان، ما دام من صنع الإنسان ما راح نقول comes تأتي من، نقول تصنع من، تصنع من، لأنها من صنع الإنسان. نشوفها جمع keys جمع، فما راح استعمل is made، شو راح استعمل are made، فأقول keys are made from metal، المفاتيح مصنوعة من المعدن. نمبر 2 أنا حاطت لكم حتى ما تتيهون، هاي نمبر 2 نمبر 3 بيبر، بيبر نشوفه موجود هو أصلا بالطبيعة. البيبر شنو؟ بيبر يعني ورق، موجود بالطبيعة؟ لا، ولكن هو شنو؟ من صنع الإنسان. إذا نحن نستعمل comes from لو made from، راح نستعمل made from، يعني هو مو يأتي من، ما ناخذه من فتشي، هو من صنع الإنسان، فمصنوع من. بما أنه البيبر قلنا هو عاملة معاملة المفرد، راح نستعمل is made. Paper is made from wood. الورق مصنوع أو يصنع من الخشب. Okay, number three هذه. هاي three. Number four. Cups and plates. Cups and plates. الأكواب والصحون. الأكواب والصحون مادة بالطبيعة موجودة من خلقة رب العالمين لو من صنع الإنسان. من صنع الإنسان، إذا ما راح نستعمل comes from تأتي من، ولا راح نستعمل يا أما is made لو are made. نشوف cups and plates أكواب وصحون جمع، فراح نستعمل are made. are made from مش حاطلي بالاختيارات، حسب الاختيارات اللي عندي، عندي كلاي فخار، أكو أواني فخارية وأكواب فخارية، فأقول cups are made cups and plates are made from clay. الأكواب والصحون مصنوعة من الفخار. نمبر 5 وول، الصوف. الوول الصوف يعني هو من صنع الإنسان، اللي هو أكو صوف
بالطبيعة على الحيوانات موجود، هو بخلقة رب العالمين خالق حيوانات ويغطي جسمها صوف. اوكي، ف wool number five. wool ايش راح نقول؟ comes from، من يعني يأتي من شنو؟ من حصل هذا الود او من يجي هذا الود؟ من كشمير، حاط الاختيارات حسب الاختيارات اللي عندي، كشمير goats، من خيوط الماعز، من خيوط او ابر الماعز. اوكي، فهذه التمرين مهم ننتبه شو وقت اقول comes from وشو وقت اقول is made from لو are made from. ممكن هذه تجيب لك اختيارات مثلا cotton، فراغ، plant، وحاط لك comes from و is made from و are made from. ننتبه شو تخلي comes from، يقول لك keys وحاط لك فراغ، metal حاط لك metal عادي، ويقول لك comes from لو is made from لو are made from، اختار are made from. اوكي، فهذا ننتبه ما نخربط بيها، نشوف المواد، المادة اذا تكون من خلق بالطبيعة موجودة من خلقة سبحانه وتعالى، نقول comes from تأتي من، حصلها منين. اوكي، لكن اذا مادة هي مصنعة man made، قلنا هي man made مادة اصطناعية او من صنع الانسان، ف نقول عليها اذا كانت بحالة مفرد نقول is made from، واذا كانت بحالة جمع نقول are made from. اوكي، هاي كلش انتبه لها ومهمه، ممكن تجيب سؤال لجرامر، وهذا سؤال املاء او سؤال ماتش بين الصوره والكلمه. اوكي، now page 29 activity book lesson 5 exercise C write 4 sentences using these words. يقول لك اكتب 4 جمل مستعمل هذه الكلمات. عندنا الكلمات نمبر 1 wool sheep صوف اغنام، نمبر 2 oil ground، oil قلنا نفط، وground ارض، 3 shoes leather احذية جلد، نمبر 4 t-shirt cotton t-shirts يعني هاي القمص التيشيرتات والقطن. من هالكلمتين راح نكون جملة، ممكن هذا التمرين مهم هم يجيب لك نفس الصيغة هيك مثل الصيغة هذه وكمل. يعني احنا هذا ايش انا ارجع اقول، واحد يفهم يدرب يحفظ كل شيء، بس مو هيك يكتب مثل ما نقول بدون فهم، يفهم زين حتى شو من تجي الصيغة بالوزاري يعني هو يكون مضبط الامور. wool sheep يقول لي اكتب جملة، بس تسوي من هاي الكلمتين جملة. فاحنا اخذنا هسه قبل شوية ال comes from و made from، قلنا الكامز فرام نستخدمها من ويا من ويا المواد اللي تكون هي يعني من خلقة رب العالمين مو من صنع الإنسان، والميد فرام هي اللي نستخدمها ويا المواد أو الماتيريالز، المواد اللي هي من صنع الإنسان. وول الصوف والشيب راح نقول وول راح نستعمل بها كامز فرام، الصوف يأتي من الأغنام. يعني واحد طالب خاف يقول الصوف ليش أساني بلوزي مو صوف مثلا، أو عندي جاكيت صوف، يعني الصوف مو موجود بالأسواق ونشتري من الأسواق أو بالمعامل هم يشترون خيوط صوف، بس هو أصلاً ماية الصوف منين تجي؟ يعني هي المصدر الرئيسي مالتها منين؟ من الأغنام، وبعدين يودوها للمعامل ويحوكوها وتغزل وتصير على شكل خيوط مرتبة ونظيفة وتحاك منها الجاكيتات والكوتات and so on. أوكي؟ بس هي كمادة، هي الماتيريال المادة أصلها منين؟ يعني هو هذا الصوف مين جايبه؟ أبو المحل اللي حاط صوف بالكوكلات ما صوف بالمحل مين جايبه؟ هو أصلاً يقول لك من المعمل، المعمل مين جايبي؟ من الحيوانات بعد ما يسلخون جلودها وتروح تدخل عدة مراحل بالصناعة حتى تصنع منها خيوط الصوف تكون مناسبة ونظيفة لصناعة الملابس، لكن هي أصل الصوف منين؟ من الحيوانات، فهي مادة طبيعية بالأصل. فوول قلنا comes from sheep، الصوف يأتي من الأغنام، comes from استعملنا. oil ground، oil أيضا النفط مو من صنع الإنسان، هو من ضمن الطبيعة من يعني خير وبركات رب العالمين إنه oil بالأرض تحت الأرض، فش راح نقول أيضا هو مو من صنع الإنسان النفط، فراح نقول oil comes from under the ground، النفط يأتي من تحت الأرض، under the ground من تحت الأرض نحصل عليه مو من صنع، بس هي بعدين يستخرجوه
يدخل بالصناعة ويستخرجوا من البنزين والغاز وأشياء هواية من النفط، بس هو كبيور كالنقي هذا من تحت الأرض فهو مو مصنع الإنسان. نمبر 3 شوز. شوز هذه شنو؟ ثينكس أشياء مو مادة. الماتيريال المادة هي نقول ميد كمز فروم، لكن الأشياء اللي هي من صنع الإنسان شوز مو موجودة بالطبيعة، هو الإنسان يصنعها وحاط لنا ليذر، فش راح نستعمل شوز صيغة جمع؟ فننتبه ما نقول is made نقول are made. فقلنا shoes are made from leather، الأحذية مصنوعة من الجلود من الجلد، لكن هذا الصوف يأتي من الأغنام. من حصل الصوف؟ من الأغنام. نمبر 4 تي شيرت كوتون، أيضا مادة مصنعة، تي شيرت مو من الطبيعة موجودة، مو material things أشياء، تي شيرتس جمع، فراح نستعمل are made مصنوعة من، فنقول تي شيرتس ار ميد فروم كوتون، التيشيرتات مصنوعة من القطن. Exercise D read the sentences write the sentences from activity C again. نقول لك اقرأ هذه الجمل وبعدين سوي write the sentences اكتب جمل من هاي اللي سويتها من activity C. Use نستعمل، شرح نستعمل most يعني الأغلب، some بعض، always دائما، often غالبا يعني مرات ومرات، usually عادة. الـ always هي أكثر من usually، يعني always دائما ولا مرة يعني، بس الـ always شوي أقل، العفو الـ always دائما، لكن الـ usually عادة معناتها شوي أقل درجة من الـ always. most أغلب، some بعض، often غالبا أو أحيانا تجي. راح نقرأ هاي الجمل، أنا حاطة خط جوا most تحت هاي الكلمات اللي هم معطيني إياها. most milk comes from cows. أغلب الحليب يأتي من الأبقار. الحليب ماتيريال مادة، هي نطلع ناخذها من الأبقار ونصنع منها الأجبان والألبان والقشطة وهكذا، تمام؟ فما نقول made from، الحليب ما مصنوع من البقر، هو يؤخذ من البقر. إيش هيك نفسرها حتى خاف تخربطون. إيش يفسرها؟ يقول لك مثلا حتى بالفراغات يقول لك most فراغ، العفو most milk، ويقول بعدين يحط لك فراغ cows، تحط comes from لو made from، يقول الحليب نقول يصنع من البقرة لو يؤخذ من البقرة، لا يؤخذ من البقرة، من يؤخذ comes from، من يصنع made from، عايش انتبه له. فmost milk أغلب الحليب يؤخذ من الأبقار and goats والماعز، but لكن some milk بعض الحليب comes from يعني يأتي من أو يؤخذ من sheep الأغنام. الأغلب احنا ما نحصل الأغلب الحليب وناخذه من الأبقار والماعز، لكن بعض من الحليب يؤخذ من الأغنام. نمبر بي أو letter B most paper أغلب الورق is made from wood. البيبر هي مادة مصنعة فنقول made from مصنوعة من. أغلب الورق made most paper is made from مصنوعة من ال wood الخشب، but لكن some بعض منها is نقول is لأن paper عملناه معاملة مفرد is made from plants like bamboo، لكن بعض من ال من عنده يأتي يعني عفوا يصنع من نبات made from plants يصنع من نبات لايك مثل البامبو، هذا نبات البامبو يصنع من الورق، بس الأغلب الأوراق الورق يصنع من الخشب، وبعض من الورق يصنع من نبات هو نبات البامبو. نمبر letter C keys are always، استعملنا always دائما، المفاتيح are always دائما made from metal مصنوعة من المعدن. ما شايف مفتاح من يعني نستعملها، ما نشوف مفتاح من زجاج مثلا، تمام، او من صوف، تمام، او من قطن. فكيز ار اولويز دائما مصنوعه من from metal، but لكن there are لكن يوجد many different metals، لكن يوجد عدد يعني عدد يعني مختلف من المعادن، يعني نوع المعدن يختلف، لكن هو كله من المعدن، لكن there are many different metals يعني عدد كبير، يعني عدد كبير من المعادن المختلفة،
نوع المعدن يختلف. Different مختلف من عدد كبير، ومتلز معادن، لكن يوجد عدد كبير من المعادن المختلفة. Letter D, cups and plates. الأكواب والصحون are usually هي عادة made from clay، تصنع من الفخار. الفخار اللي هو مو بس الطين، يعني حتى احنا نقول بالعامية الفرفوري، هذا مالتنا المعون الفرفوري، هذا فخار كلاي، لكن احنا نقول معون زجاج قزاز، هذا الشفاف معون الزجاج الشفاف، هذا يعني جلاس. لكن المواعين والأكواب اللي نسميها فرفورية، مثل هاي المكات اللي يشربون بها الأكثر الناس، هذا مصنوع من فخار كلاي، تمام؟ فكبس اند بليتس، الأكواب والصحون are usually عادة هي الأكثر made from clay، مصنوع من الفخار. but لكن some are made from metal، لكن قسم مصنوع من المعدن، معدن هذا الجيفال، هواي معادن موجودة بالأسواق. هسه يقول لك راح نسوي جمل write the sentences from activity C again، يعني راح نسوي جمل مثل هاي الجمل ونستعمل هم من most some always often usually، لكن على هذه، على هاي الاكتيفيتي سي. احنا الاكتيفيتي سي نمبر 1 قلنا wool comes from sheep، بس جمله واحده سوي بها جملتين، استعمل but or and، but لكن and يعني و، ونستعمل ايضا هذه الادوات most اغلب، some بعض، always دائما، often قلنا غالبا او احيانا، usually عادة. فاحنا نمبر 1 هذا كله يقيس المعلومات اللي درسناها بلسن 5 كله، فنسترجعها شويه. موست راح نستعمل بما انه الول كمز فروم شيب، الصوف ياتي من الاغنام، فهو الاكثريه ياخذون من الصوف، ياخذون من الاغنام، فاستعملنا موست. فموست وول كمز فروم شيب، اغلب الصوف ياتي من الاغنام. بط لكن سم انا كتبتها كملنا، لكن استعملت كلمة some، but some wool comes from cashmere goods، لكن بعض الصوف يأتي من الخيوط الماعز، cashmere goods هي أو ألياف وخيوط وبر الماعز، أوكي؟ بس الأغلبية تصنع من الأغنام. Number two عندنا oil، قلنا oil comes from under the ground، النفط يأتي من من تحت الأرض. نكمل نستعمل ويا بات او اند، ونستعمل ويا ذني هذه، فحسب معلوم يعني واحد شويه يفكر زين. اويل قلنا ننزل هاي الجمله مالتنا اويل، بس نستعمل الاويل ونستعملها اولويز دائما، لانه دائما النفط مين يحصله؟ من باطن الارض اكيد، يعني دائما ماكو نفط يمشي شي نشوفه بالحقل او في اي مكان، دائما في باطن الارض، فاستعملنا اولويز، فهي تتبع شوية معلومات الطالب. فأويل always comes from under the ground، النفط عادة أو دائما، عفوا دائما، oil always، النفط دائما، comes from under the ground، يأتي من تحت الأرض. استعملت and أني أكمل حتى أسوي مثل هاي الجملة، إيش أقول؟ and قلت there are different types of oil، ويوجد أنواع مختلفة من النفط، أكو كل بلد ينتج نوع من النفط، أنواع مختلفة، different types of oil. تقدرون تقولون غير جمل كيفكم، أنت حتى هاي الجمل ممكن يعني تغيروها، بس المهم تكون المعلومة يعني فعلاً حقيقية وعلمية صحيحة، مو شيء نألف من كيفنا، يعني كحقيقة علمية صحيحة. Number three إحنا قلنا shoes are made from leather. فقلنا shoes are usually، استعملنا usually، الأحذية عادة made from leather، يعني الأكثر الأحذية تصنع من الليذر من الجلود، but لكن استعملت some، but some shoes، لكن بعض من الأحذية are made from denim، مصنوعة من الكتان، من الأحذية القطنية، احنا نقول هاي الأحذية مال الرياضة، البوتين الرياضي، القماش مال يعني نوعية الحذاء مو جلد وإنما denim نسميه قطني، تمام، نوع من الدنم. نمبر 4 تي شيرت، احنا قلنا تي شيرت ار ميد فروم كوتون، فنقول هنا تي شيرت، اغلب التي شيرتات هي مصنوعه من القطن حسب ما نشوفها بالاسواق عندنا، فنستعمل موست تي شيرتس، اغلب التي شيرتات ار ميد فروم
مصنوعة من cotton. But لكن some t-shirts قلت أني بعض من التيشيرتات are made from wool مصنوعة من الصوف، مو إلا الصوف الثخين هذا، ممكن الصوف الخفيف، ممكن some قلنا بعض، ما قلنا most، لكن الأغلبية most قلنا ويا الكوتون. أوكي، فهاي تمارين مهمة جدا، تجي تيك أور كروس، تجي اكمل الجملة، تجي ماتش، تجي كنت أكون، اكتب write sentences، يعني حسب هذا وزاري وما نعرف شلون تجي النماذج، فنحفظها هسه كما هي، نفهمها كما هي. وهذا ايضا تدريب على الاملاء، تدريب على تكوين شلون جمله، وانت قاعد تكتب قاعد تفهم معلومه ترسخ بدماغك، وبنفس الوقت قاعد تتدرب على الاملاء، خطك يتقوى وتحل. وحتى شلون ما يجيك كمل اختار، يعني يقول لك هاي موست مثلا، هاي نص الجمله وبعدين النص الثاني كيا، مثلا ما اقول ليست اي ليست بي، ليست اي وليست بي، يقول لك مثلا هاي موست ملك كمز فروم كاوز، هذا من هنا أنا هاي الجمل، وبعدين list B تختار some milk comes from sheep, some is made from plant like bamboo، توصل يعني هاي الجملة تكملتها وين المناسبة لها، عرفنا A مثلا 1 ويا B 2 ويا مثلا D وهكذا، يعني match list A list A list B، or كمل أنت اكمل من عندك اختيارات tick or cross على جملة صحيحة أو خطأ من ناحية المعنى وهكذا، او انت تكون جمل، يعني نعرف احنا نحفظ نكون جمل، فاني من حفظت كونت الجمله وعرفت اكتبها ودربت عليها وفهمت المعنى وعرفت المعلومه شلون اسوي جمله، فشلون ما يجيني بالوزاري اني اكون مسيطر واحصل ان شاء الله فل مارك درجه كامله. اوكي، That's the end of today's lesson. Thank you very much and good luck.